جاي مراجيح، اللي جاي حليق، زي ما قلت لك هو الحد اللي فضلوا ماسكين عليه تصريحات فخامه الزعيم ان الدولار ما ينزلقش بعد الخمسين، او من ينزلق بعد الخمسين خلاص بقى. وهل يضر الشاة سلخها بعد ذبحها؟ خلاص بعد ما نزل 50 وحصل المراد من رب العباد، والسوشيال ميديا طلع الفيديو بتاع السيسي ده وقعد يتريق عليه، والقنوات اللي احنا كلنا دي اشتغلنا عليها وخلاص، والموضوع خلص، يلا بقى يلا بقى كمل. فهذا هو الهدف، لانه صندوق النقد لن يتراجع عن ما يعتقد انه الصواب، والصواب ان هو شايف ان انت ما عندكش مرونه في سعر الصرف، سيب الدولار زي ما هو. لو ساب الدولار قصاد الجنيه والله ما هيكفيه 100، لو سابه كده في المعركه يعني، والله ما يكفيه 100. مش عارف، تصريحات هشام عز العرب ناخدها مع عمرو اديب عشان نشوف، بيتكلم على القطاع الخاص وبيع الاصول والحاجات دي كلها. والله بص يا عمرو، انا ممكن اقول لك من حديثي مع الناس لما كنت في الاي ام اف الشهر اللي فات، وكنت بتكلم بقى، يعني انا بالنسبه لي بتبقى فرصه تقعد مع ده، تسمع من ده، تتكلم مع ده تاخده على يشرب حاجه معاك، ده تاخده على عشوه، تسمع منه كلمتين. هم ما عندهمش مشكله مع مصر غير في حته القطاع الخاص ودخول القطاع الخاص ونمو القطاع الخاص، لان في الحقيقه لو تفكر فيها، لو انت اقتصاد الدوله زي ما يقال 70% والقطاع الخاص 30%، مين اللي بيدفع ضرائب اكتر، ال 70 ولا ال 30؟ لا، هو ال 30 بتدفع ضرائب اكتر. هو وجهه نظره، انا عشان احسن ايراد دكتور احمد كوشك في وزاره الماليه، لازم القطاع الخاص نسبته ترجع مره ثانيه 70 زي من 10 15 سنه فاتوا. فهم الاهتمام بتاعهم خروج الدوله بشكل واضح من الاقتصاد. يعني حتى كنت بتكلم معاه مره فقال لي على فكره اهم حاجه انك تخفضوا خدمه الدين عندكم، خدمه الدين على ما حد ما قيل ليا، يعني طبعا الارقام دي موجوده عند وزاره الماليه ادق، ان ده بيمثل حوالي اكثر من 65% من المصروفات السنويه، في حين ان الدعم 10% من المصروفات. فهو الدعم بالنسبه لهم، دعم الطاقه والمعروقات ده بالنسبه لهم وسيله علشان تزود الفائض بتاعك تخفض بيه الدين. في طريقه اسرع انك تخفض الدين بتاعك، ولو عاوز تنزل الدين بتاعك للنص ومصروفات خدمه الدين تنزل من 60 ل 30%، بيع اصول زي ما حصل في موضوع راس الحكمه، ووجه الفلوس كلها لتخفيض الديون بتاعتك، سواء ديون محليه على فكره او خارجيه، مش خارجيه بس، خارجيه ومحليه. انت يعني ابسطها الحقيقه كده، انت بتدفع 60% من مصروفاتك في خدمه الدين. ايوه. لو الدين ده نزل للنص هتدفع قد ايه من مصروفاتك؟ لا هتقل طبعا. هتنزل ل 30%. ايوه. حد هيكلم معاك في 10% دعم رغيف ولا دعم بنزين بعد كده؟ لا طبعا. بس هو الموضوع بسيط معاهم، مش صعب. هو ليهم طبعا الكلام ده سهل يتقال، بس تطبيقه طبعا بيبقى بيجد صعوبه وتحديات. في طريقه اسرع انك تخفض الدين بتاعك، ولو عاوز تنزل الدين بتاعك للنص ومصروفات خدمه الدين تنزل من 60 ل 30%، بيع اصول زي ما حصل في موضوع راس الحكمه، ووجه الفلوس كلها لتخفيض الديون بتاعتك، سواء ديون محليه على فكره او خارجيه، مش خارجيه بس، خارجيه ومحليه. انت يعني ابسطها الحقيقه كده، انت بتدفع 60% من مصروفاتك في خدمه الدين. ايوه. لو الدين ده نزل للنص هتدفع قد ايه من مصروفاتك؟ لا هتقل طبعا. هتنزل ل 30%. ايوه. حد هيكلم معاك في 10% دعم رغيف ولا دعم بنزين بعد كده؟ لا طبعا. بس هو الموضوع بسيط معاهم، مش صعب. هو ليهم طبعا الكلام ده سهل يتقال، بس تطبيقه طبعا بيبقى بيجد صعوبه متحده. انا يعني كررنا الكلام لخطوره الكلام. خطوره الكلام، انت واخد بالك يا استاذ؟ انت بتدفع خدمه الدين، الديون اللي انت اثقلت بيها مصر، ولحد دلوقتي ما نعرفش هي جت من مين وراحت فين. زي ما قلت لكم قبل كده، طالبنا مرارا وتكرارا انه حضراتكم قولوا لنا بس لو سمحتوا، انت خدت البلد وهي عليها 34 مليار. استلفت 130 مليار، قول لنا لو سمحت ال 130 مليار اللي استلفتهم اتصرفوا في ايه؟ وقول لنا المعونات اللي خدتوها من دول الخليج كام واتصرفوا في ايه؟ اليس من حق الشعب ده، ولا انتوا ورثتوا الشعب ده ابا عن جد يعني؟ بس فطلعوا له كده. فالكلام اللي قاله هشام عز العرب ده في منتهى الخطوره، اللي هو فكره ايه؟ المثقل الميزانيه كلها ايه؟ خدمه الدين، الفوائد اللي بتدفعها الديون. انت سايب ال 60% اللي انت ورطتنا فيها بتاعت فوائد الديون بتاعتك، وباصص لل 10% بتاعت المساكين، اللي هو رغيف العيش ولتر السولار. طب ما حضرتك عندك بلوى سودا انت اللي اتسببت فيها. هو هنا هشام عز العرب بيقول لك ايه؟ بيع يا عم، بيعوا مصر وخفضوا نص الديون.
عشان بدل ما ندفع 60% من ميزانية السنة خدمة ديني بقى 30% بس، يبقى عندنا 10% زي ما هم. مش هنيجي عندهم بقى لا نرفع السولار ولا ونسيب الناس تاكل عيش وبتاع. 10%، شوف 10% اللي بيروحوا للدعم و60% بيروحوا لخدمة الدين. فهو لما يجي يتشطر يتشطر على مين؟ على المسكين اللي ما يفتحش بقه، ال 10%. بس دي، وقال لك دي بسيطة جدا، حلها بسيط جدا، مسألة ما فيهاش ب 3 جنيه أي حاجة، هي القصة كلها حضرتك بس إيه؟ خفض الديون اللي أنت ورطتنا فيها. أو شوف، أو شوف لنا فيها صرفة بس. لكن يشوف إزاي؟ ما ننفخ المواطن، كل 3 شهور نزود عليه البنزين، نرفع سعر الرغيف، نعمل مش عارف إيه، يا عم دول 10%. طارق سلامة بيقول كل إجراءات الحكومة لزيادة حصيلة الدولار بطرق إدارية محكوم عليها بالفشل، لأنه لا توجد حكومة أقوى من آليات العرض والطلب. رأينا مبادرات مثل استيراد السيارات ثم بيع الأراضي المغتربين بالدولار وإجراءات أخرى غير مجدية. يجب على الحكومة والبنك المركزي التعامل بعقلية اقتصادية صحيحة والتوقف عن التصرف كمالك شركة يحاول جمع العملة من السوق. والأخطر من ذلك أن البنك المركزي يتصرف كتاجر عملة ومقترض يخاطر بالاستقرار الاقتصادي من خلال سياسات تشجيع الأموال الساخنة التي قد تدمر الاقتصاد المصري عاجلا أم آجلا. كفاية عليكم كده، التغيير ضرورة قصوى، أو على الأقل احترموا وطبقوا اقتراحات وشروط صندوق النقد الدولي بدقة دون تحفظ. كفاية عند بتاع الطالب الفاشل معدوم الفهم والإدراك، وانتوا عارفين مين الطالب الفاشل معدوم الفهم والإدراك. محمد أبو باشا كبير الاقتصاديين في FG هيرمس بيتكلم عن انه تراجع الدولار ام تراجع الجنيه امام الدولار ده امر طبيعي جدا. يعني هي تراجعات غير مقلقة بالمرة، نتيجة ان هي تتماشى مع التوجهات الموجودة في السوق العالمية حاليا. احنا شاهدنا منذ الانتخابات نتيجة الانتخابات الرئاسية الامريكية وفوز ترامب، حصل اتجاه صعودي بالنسبة للعملة الامريكية نفسها امام جميع العملات الاسواق الناشئة. وبالتالي عندما نرى مثل هذه التراجعات فهي تتماشى تماما مع الاتجاهات العامة، وتثبت إلى حد كبير مبدأ المرونة بالنسبة لسعر الصرف. بالفعل هي تراجعات غير مقلقة بالمرة نتيجة إن هي غير مقلقة، محدش يقلق يعني. طيب علي متولي استشاري اقتصادي بيقول إن هناك سيطرة نسبية على سعر الصرف في مصر بسبب الوضع الإقليمي. سيطرة نسبية، هناك سيطرة على سعر الصرف زي ما قلت لكم كده. لو شروط الصندوق اتنفذت وسيبنا الدولار امام الجنيه، طبعا قلت لكم المثال ده 1000 مره، اللي هو فكره الليره امام الدولار هنا مفتوحه. ادخل شيل زي ما انت على ما ربنا يقدرك، عايز دولارات زي ما انت على ربنا يقدرك، خش اي صرافه واي بنك وعبي وامشي. لو اتثابت الحكايه دي كده للعرض والطلب تكسر المية مستريح يعني. فهناك سيطره نسبيه بسبب الظروف. خلينا نسمع كلامه. ذكر هذا الموضوع وما رايناه بالسوق بموازاه ذلك. هو بصراحة يعني السوق، يعني أنا زمايلي المحللين كله متخيل إن هو مانج فلوت أصلا، يعني هو مفيش حد كان شايف إن في فلوتيشن حاصل، لأن أو فولي فلوتيشن، لأن هو يعني معروف إنه الوضع إقليميا مش مساعد خالص على حاجة زي ديت، وخصوصا إنه كمان السوق السوداء يعني هي عارفة يعني ممكن في أي لحظة ترجع تاني. فهو في سيطره بشكل او باخر علشان بس يبقى في استقرار اللي احنا شايفينه نسبي. بس هو برضو في عوامل تانية، يعني مثلا تطورات الحساب الجاري، الاحتياط الاجنبي، سعر الفايده في امريكا، دي كلها برضو التضخم، دي كلها حاجات عوامل بتاثر. يعني مثلا احنا شفنا مصر ما خفضتش الفايده لحد دلوقتي، لانه لو خفض ممكن يبقى محتاج ان هو سعر الصرف ينزله او يسيبه ينزل اكتر. فهو في لحد ما سيطره طبعا، لكن خلينا نقول لو حدثت اتفاقيات اخرى. احنا سمعنا ان السعوديه مثلا في دلوقتي مباحثات معاها على كذا مشروع. ذكر هذا هو احنا كلنا مستنيين فلوس السعوديه، الكل يا جماعه. تخيل البلد دي، مش ممكن والله. مصر دي مصر دي خزائن الارض بتاعت سيدنا يوسف، ما قامتش الا بفلوس راس الحكمه. سندت معاها كام؟ قلت لكم مش هتكمل 6 شهور. قلت لكم الكلام ده ساعه راس الحكمه ولا لا؟ 6 شهور
وبعدين كلنا دلوقتي كل مصر دلوقتي باقتصاديها بالبنكير بتوعها مستنيين فلوس السعوديه، والسعوديه مش هتحط فلوس. انا بقول لك اهو السعوديه مش هتحط فلوس غير بعد ما تظبط انت سعر الصرف زي ما عملت الامارات بالظبط. معلش يعني يا استاذ، الامارات حطت فلوس راس الحكمه امتى؟ مش بعد ما انت عومت، حركت انت الجنيه الدولار من 30 ل 50 ساعتها 49 صح؟ ف 19 جنيه في 35 مليار. لو عملناها 20 جنيه في 35 700 700 مليار جنيه فرق الامارات في صفقه راس الحكمه، اجبرتك على انك خدوا 700 مليار كاش. لو هي بقى داخله عشان تنقذ الاقتصاد المصري ما كانت دخلت الفلوس على ابو 30 بس، قالك لا لا 30 ايه؟ حاسبني على ابو 50. فالسعوديه هتعمل نفس القصه، وانتم عارفين اصلا ان في يعني عركه كبيره جدا بين محمد بن سلمان ومحمد بن زايد، اللي هو ايه؟ هو يطلع اشطر مني؟ لا، انت اديته هناك 19 ادي شوف هتديني كام؟ السعوديه مش هتدخل فلوس غير لما تحرك انت سعر الدولار.